أريد شرح معنى الولاء والبراء بشيء من تفصيل. الولاء يكون لكل مسلم مهما بلغ من الفسوق والبدع. لا، الولاء للمسلم ممكن أن يجتمع في المسلم حب وبغض، نحب فيه إسلامه ونبغض فيه معصيته أو فسقه أو بدعته، فيجتمع في المسلم حب وبغض، فلا مانع من هذا. والولاء هو المحبة، ما أحبه لأنه مسلم وأبغضه لأنه فاسق، أحبه لأنه مسلم وأبغضه لأنه مبتدع، فيجتمع فيه الحب والبغض.